الملاحظات المنهجية أنه جل ما سأعرضه من أفكار، إن كانت هناك أفكار عن الحقيقة، هو خلاصات لمجموعة من الدراسات أجريت في سياقات مختلفة إفريقية وعربية وأوروبية. لماذا هذا التنصيص على المجتمعات أو الدول العربية والإفريقية والأوروبية؟ أول شيء لأنه التشابه بين بنية المجتمع الموريتاني وبين الدولة الموريتانية والحياة السياسية في موريتانيا مع السياق الإفريقي، بل هي جزء من هذا السياق، وما يصدق على تلك المجتمعات يصدق علينا. المسألة الثانية أنه مقارنة مع السياق الأوروبي، أننا من حيث الشكل على الأقل في الحياة السياسية نحن أقرب الدول العربية أو من أقرب الدول العربية على الأصح إلى الحياة السياسية التي تشهد حريات وتشهد مثل هذه الأشياء. لذلك ما سأتحدث عنه هي خلاصة أفكار وليست آراء سياسية، وأنا أرحب بهذه الفكرة التي قامت بها اللجنة المنظمة باستدعاء اللجان الأخرى في الأحزاب الأخرى، وهي فعلا تكريس للنهج السياسي المتبع. ومن هذا المنظور أيضا، طالما أنه ما سأقدمه ليس تبريرات سياسية وليست حملة سياسية حزبية، فقد يستفيد أيضا منه الحضور في التشكيلات الحزبية الأخرى. مسألة إشراك الشباب في الحقيقة هي مسألة حياة سياسية، هذه مسألة في الحقيقة وجدت وطرحت أكثر ما طرحت مع تقدم الحياة السياسية. تعرفون أنه أول نواة للديمقراطية في العالم هي الديمقراطية الأذينية. الديمقراطية في أذنا، يعني رغم أنها هي أساس وبداية الديمقراطيات في العالم، إلا أنها كانت ديمقراطية استبعادية. لماذا هي استبعادية؟ لأنها كانت تستبعد من المشاركة السياسية الشباب، وكانت تستبعد الغرباء غير الأذينيين، وكانت تستبعد الرقيق الذين كانوا يشكلون ربع سكان أذنا. رغم أن هذه المرحلة كانت هي المرحلة الأولى في الحياة السياسية الديمقراطية بالذات كنموذج ديمقراطي، إلا أنه بدأت الحياة السياسية وبدأ حضور الشباب يفرض نفسه شيئا فشيئا، إلى أن وصلنا إلى الديمقراطيات المعاصرة التي أصبحت فيها مشاركة الشباب جزء من اكتمال النظام السياسي. طالما أن الشباب في الحقيقة يشكل غالبية ساحقة من المنظم من المجتمعات في مختلف الدول، وبطبيعة الحال مكانته تتأرجح وتختلف من مجتمع ومن دولة ومن حسب النظام السياسي. وبالتالي مسألة إشراك الشباب في الحياة السياسية بصفة عامة وفي الحياة الحزبية بصفة خاصة، بطبيعة الحال هي مسألة الاهتمام بها، هي مسألة حديثة العهد، خاصة في الدول قريبة العهد بالديمقراطية مثل موريتانيا. وبالتالي لا يكون هناك، يعني من الناحية المنطقية، لا يستقيم الحديث عن ديمقراطية إذا لم تكن لها طابع جامع يجمع كل المستويات الاجتماعية وكل الحساسيات وكل القوى الاجتماعية. المجتمع الموريتاني كما تعرفون هو مجتمع فتي بطبيعة الحال. سأبدأ ببعض المعلومات الإحصائية، هي فقط للاستئناس بها. مجتمعات الفتية اللي تشكل أساساً من الشباب، وبطبيعة الحال الإحصائيات تشير إلى أنه ما يقارب 70% أو يزيد قليلاً هم من الشباب. وعلى الصعيد العالمي، إحصائيات اتحاد البرلمانات العالمية يشير إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 سنة يمثلون نسبة 57% من سكان العالم. هذا هو الذي أدى إلى أن هذه الهيئة طالبت بتطبيق نفس القوانين على سن الانتخاب 18، تطبيقها أيضا على دخول الشباب للبرلمانات ليحدث نوع من التعادل ونوع من التوازن في البرلمانات وفي هذه الهيئات إن شئتم السياسية. إذن يضاف إلى ذلك أن هذه النسبة اللي هي 57% من سكان العالم هم بين 20 و 44 سنة، المشكلة هي أنه 26 فقط من هذه النسبة هم مجموع النواب في العالم. نواب العالم من الشباب من هذه النسبة 57 هي 26% فقط، ويمثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبة 1.9 فقط من النواب في العالم، وأكثر من 80% من الغرف العليا في البرلمانات يعني لا يوجد بها أشخاص يعني توجد تقل أعمارهم عن 30 سنة. الغرف العليا في البرلمان خالية تماما من الشباب الذين هم أقل من 30 سنة. إذن السؤال هو ما أهمية هذه البيانات؟ أهمية هذه البيانات بطبيعة الحال هو أن نبين أهمية ومحورية الدور الذي يلعبه الشباب
وبطبيعة الحال وتصحيح بعض الاعتقادات الخاطئة التي سأمر عليها سريعا. بطبيعة الحال السياسة عرف الكثيرين هي حق فقط يرتاده الذين لهم تجربة طويلة، وليست هذه إلا حيلة لاستبعاد الشباب من الممارسة السياسية. والدعوة هي أن حداثة السن ومحدودية التجربة تعتبر غالبا دائما وأبدا من العوامل السلبية بالنسبة للشباب وعامل من إقصاء الشباب. هون الصلاة نجول عوائق المشاركة السياسية بطبيعة الحال فيها جملة من الأحكام المسبقة، وهي غالبا أحكام قيمة قد تبدو قريبة من الصحة من الصواب، وبعض الأحيان الكثيرون يؤمنون بها. ومشكلة هذا النمط من الأحكام أنه هي أحكام مسبقة ترسخت، وأصبحت بعض السياسات وبعض القرارات تؤخذ على أساسها رغم أنها ليست صحيحة. إذا ما هي هذه الاعتقادات الخاطئة؟ أول شيء أن الشباب بحكم طبيعتهم عاطفيون، وأنهم يمتازون بمزاج خاص واتجاهات نفسية تؤثر سلباً على استقرار البلدان. إحنا في السياسة دائماً نبحث عن الشيء الأساسي، يعني الاستقرار، التنمية إلى آخره. فلذلك هذه الاتجاهات النفسية الموجودة غير المستقرة عند الشباب أو هكذا يعتقد، إذا دائماً هي عامل من عوامل إبعادهم. وأنهم لديهم ميول سريعة للعصيان والتغير السريع في المزاج والفوضوية في السلوك. وأنا بعد مستحى منكم أقول أن الفوضوية كانت موجودة، هذه واحدة من التهم. هذا عددته قبل أن أتي إلى هنا، لأنه هذه أشياء علمية. أن الشباب نظرا لعدم الانضباط الكثير، يعني في الكثير منهم يعني يتهمون أو يتم إبعادهم نظرا لهذا السبب، هو في الحقيقة ليس يعني ثابتا من الناحية العلمية. العامل الثاني أو المبدأ الثاني القبلي أو المبادئ إن شئتم المفترضات القبلية أو غير السليمة، أن الشباب يمتازون باستسهال المسائل، أنهم يريدون يعشقون الحلول السريعة السهلة الجذرية، يعني يمشي الحل على طول، يعني في خط مستقيم مباشرة دون أن يفكر في أنه هذا السبيل قد تعترضه صعوبات، وبالتالي يمتازون بغياب التحوط والنظر في عاقبة الأمور. هذا بطبيعة الحال بالإضافة إلى أنهم يمتازون بالرفض الغريزي للأمور. والمسألة الثالثة هي وهي المشكلة، وأشار زميلي ربما من طرف بعيد إليها، إلى سهولة التأثر بالأيديولوجيات الوافدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق التقنية الرقمية. وهذه المسألة بالذات، وهذه أضيفها إلى المحاضرة الأولى، كانت عائق من عوائق تقدم الوعي السياسي في هذا البلد، لأنه وعي زائف منذ البداية، لأنه لم ينطلق من الحقائق الواقعية للمجتمع الموريتاني ولا من التحديات الحقيقية التي تواجهه، وإنما في تزامن استقلال الدولة مع وصول طلائع الأيديولوجيات الوافدة، وأثرت يعني سلباً في الأجيال من السياسيين، كانت أيضاً تلك الأجيال في مرحلة الشباب، فالتقطت تلك الآراء والتقطت تلك التصورات، وبالتالي للأسف الشديد لم تطرح المسألة الوطنية يوماً من الأيام بشكل مشروع وطني نابع من الداخل. المسألة الآن هي أكثر خطورة، أن هذه الأيديولوجيات التي لا حدود لها والتي أصبحت تنطلق عن يعني تنتشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كانت أيديولوجيات هدامة تدعو إلى العنف، تدعو إلى المثلية الجنسية، تدعو إلى الكثير من الآراء التي لا علاقة لمجتمعنا ولا لقيمنا وتاريخنا بها، فهذه الأشياء تصبح شديدة الخطورة، ويقال بأن ضحاياها الأول هم من فئة الشباب. المسألة الأخيرة من هذه الافتراضات التي للأسف الشديد هي جزء من الاعتقادات السائدة حول الشباب، هي الصورة النمطية. الصورة النمطية للشباب مخيلة الكبار، خاصة في المجتمعات التقليدية. الطفل دائما حتى ولو كان بالغا هو طفل في عيون أبويه. المجتمعات اللي عندها تقديس للكبار، خاصة المجتمعات الإفريقية، احنا جزء منها على كل حال. فهذه المجتمعات تتأثر في أنه الشباب لا يمتازون بالرشد، ليست لديهم القدرة على الحكم، ليست لديهم القدرة على الاستقلالية، وبالتالي لا تكل إليهم الأمور. زميلي أشار إلى يعني التنظيم القبلي أو نشيتم هذا البعد القبلي للمجتمع وهو عائق بالفعل. ليش؟ لأنه في الحقيقة القبيلة تختار غالباً الأكبر سناً، يعني إذا وصلت الرئاسة إلى أحد الشباب فذلك يعني نتيجة لقوة القاهرة، ف
فلا يكون ابدا للشباب دور مع هذه العقليه الاجتماعيه التي تنظر بشكل من اشكال القصور الذاتي للشباب، وبالتالي فهذه ايضا من عوامل اقصاء الشباب الحياه السياسيه. اذا الان هناك بعض النقائص صار. هاي النقائص ما نقدر نقول عنها خاصه بمجتمع دون مجتمع، في كل مجتمعات العالم توجد مثل هذه النقائص، نستطيع ان نقول بانها موضوعيه. النقائص المتعلقه اللي اشار لها الرئيس وهي اشاره موفقه جدا في مساله التعليم. اذا المجال التعليم احيان كثيره العرض لا يتوافق مع الحاجه، ثم ان التكوين لا يتوافق ايضا مع سوق العمل، وما اكثر القدرات والكفاءات والعبقريات التي تموت في صدور اصحابها دون ان تجد المنفذ الذي يسمح لها بان تتحقق. هي مجرد امكانيات لكن تحتاج لتحقق تحققا فعليا، تحتاج الى بنى تحتيه، تحتاج الى خاصه بنى تحتيه تعليميه، وهذه للاسف الشديد مفقوده لدينا كما هو الشان في الكثير من الدول العربيه والافريقيه. اذا مشكله التعليم. الكثير ايضا من المؤسسات وخاصه مؤسسات التعليم العالي لدينا اصبحت مصانع للبطاله. ما معنى ان تتحول مؤسسه تعليميه مصنع البطاله؟ اذا كانت تكون اجيال ليست لها علاقه بسوق العمل، اذا كانت تكون اجيال لا حاجه للمجتمع ولا تمتلك نظره توجيهيه للمجتمع، لا يمكن ان تقدم شيء للمجتمع، فهي تتحول بكل بساطه الى بطاله. وهذا بطبيعه الحال المؤسسات للاسف يعني نحن نحتاج الكثير منها للقضاء على هذه المشكله. مسألة التشغيل، القطاع غير المصنف، وهذه مشكلة أخرى ليست موريتانية، هذه مشكلة عامة في الكثير من الدول في سياقنا. القطاع غير المصنف يستغرق الجزء الأكبر من الشباب، وبطبيعة الحال تصبح الآفاق محدودة، وللأسف الشديد تصبح نظرة الشباب يعني بعيدة عن الاهتمام بالشأن العام وليست يعني بناءة في الكثير من الأحوال. إذا لا توجد كذلك برامج فعالة لدمج الشباب العاطلين عن العمل، ورغم أنه في برنامج تعهداتي ورغم أنه أيضا في سياسات الحكومية الحالية هناك توجه للقضاء على البطالة وخلق العديد من فرص التشغيل، وبطبيعة الحال لكنها يعني لم تأتي أكلها بعد ونحن في انتظار ذلك. المسائل البرنامج الثقافية والرياضية بالنسبة للشباب، يعني الشباب في الحقيقة هم أكثر استفادة في القطاعات الاجتماعية المختلفة من البرامج الموجهة للرياضة والثقافة، واحنا في الحقيقة هذه البرامج للأسف الشديد يعني لا تستوعب الغالبية الساحقة من هذه الشريحة الاجتماعية، فهناك نواد للمسرح لا تجد الدعم الكافي، ليس هناك دعم لدور السينما، تثقيف، ثقافة حقيقية تقال لهذا. مسرح، ثقافة، السينما، كل أشكال التعبير الثقافي هذه تدخل في نطاق الثقافة. إذن وزارة الثقافة والمؤسسات القائمة على الثقافة لابد أن تعطي المزيد من الدعم، لأن الشباب عبارة عن طاقة مثل ما قال بعض منكم، يعني هو عبارة عن طاقة والطبيعة تخشى الفراغ، إن لم توظفها فيما ينفع فستتجه تلقائيا وأوتوماتيكيا إلى ما يضر. فلذلك ينبغي للثقافة والرياضة أن تستوعب الشباب. بعض الأنظمة الدكتاتورية طيب انا بعد ما فتحت شقع عمده، بعض الانظمه الدكتاتوريه ولا انصح بذلك الحل، كانت تشغل الشباب بالكثير من الاشياء الهامشيه، شغلهم عن المساله الشان العام، تشغلهم بالرياضه، تفتح لهم مركبات رياضيه كثيره وتشجع على الانحلال، ليس هذا، ولكن الرياضه الان اصبحت اقتصاد، بالاضافه الى كونها ثقافه هي ايضا اقتصاد. فلذلك لابد ان نفتح المجال في هذه الاشياء للشباب لكي تستوعب الكثير منه. سأمر بسرعة. طيب. إذا لا هنا لا هنا لا هنا نعطي الآن بعض الأمور المتعلقة ب إذا التشغيل بطبيعة الحال كما ذكرت يعني الشباب يعني في حاجة إلى المزيد من الاعتناء بالشباب في هذا المجال، والمسائل الآن المتعلقة بالسياسات، عوائق الآن المتعلقة بالسياسات، عوائق نستطيع أن نقول موضوعية، نقص الثقافة السياسية يعني والشعور بعدم الكفاءة في السياسة، يعني الشباب للأسف وهذه لابد أن نعترف بأنها موجودة، الشباب للأسف يجهلون تفاصيل التاريخ السياسي لبلدهم وبأدوار المختلفة للمؤسسات الدستورية،
يعني ربما عندما تقوم الآن باستفتاء داخل القاعة عن دور المجلس الدستوري وما هي صلاحياته، ولا دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ولا المجلس الأعلى للشباب، ولا مؤسسة المعارضة، ربما تجد من قليل من يجيب على هذا الشيء. وأنا أقول بأنه الشباب الآن، الشباب لكي يكون شبابا حزبيا لابد أن يساعد في بث الثقافة الحزبية، وخاصة الوعي السياسي الانتخابي، ما يسمى بالوعي المدني الانتخابي. الشباب في أوقات الفراغ، ونحن دائما في الاستحقاقات تشوف انخفاض نسبة التصويت. لماذا؟ لأن فيه نقص في التوعية، لأنه فيه نقص في التثقيف السياسي، الوعي المدني الانتخابي، يسموه السيفيزم الإلكتورال. لابد أن الشباب يلعب دور أساسي في هذا المجال. الخلاصة التي سأخلص إليها من هذه النقطة الأولى هي متلازمة. هذه المتلازمة بين ماذا؟ متلازمة بين الاستغلال الاستراتيجي للوزن الديموغرافي الانتخابي للشباب، هذا شيء مشروع بالنسبة لكل الأحزاب وكل الدول، ولكن شريطة أن يكون هناك دفاع عن مصالح الشباب، ومن ضمنها الحق في التعليم الملائم، ومن ضمنها الحق في التشغيل. باختصار أريد أن أشير إلى المسائل التي تحدثت عنها هنا ولم يجد الوقت للحديث عنها بشكل مفصل. وجملة العوائق: تشغيل، اثنين إصلاح النظام التربوي، لأنه الفشل في الأنظمة التربوية هو ينعكس سلبا، لأنه هذه الظواهر الهدامة الآن، ما يسمى بالتطرف العنيف، ما يسمى بالإرهاب، ما يسمى بالجماعات المسلحة، هذه تتغذى من هذا، من الفشل الدراسي. العصابات التي تسرق البيوت يوميا، هذه تتغذى من الفشل الدراسي. لذلك نقول بأنه فشل الأنظمة التربوية في الكثير من البلدان هو إخفاق بالنسبة للشباب. البعض يقول لي ما علاقة هذا بالعمل الشباب في الناحية السياسية؟ الشاب لابد أن يحصل على الكفاءة، لأنه عندما لا يحصل على الكفاءة لن يكون مفيدا لشيء، سيكون مدمرا، لأنه حتى يشتغل بالعمل السياسي وحتى يكون له إدراك حقيقي بالشأن السياسي والمسألة السياسية لابد أن يكون له تكوين، لابد أن تكون له كفاءة. هون صار نتحدث غالبا عن مصالح الشباب، وأنا درت متلازمة بين الحق المشروع في الاستغلال المعقل إلى أقصى الحدود للطاقات والجهد الانتخابي للشباب، ولكن مقابل أن يكون هناك اعتراف بقضايا الشباب واهتماماتهم. هذا 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 على ما يتأسس، لأن الشباب ليس أن تكون شابا فقط ما يسمى بالوجود البيولوجي الخام، لا يعطيك يعني أحقية أن تحظى بالتمييز الذي يقام للشباب، وإنما ينبغي أن تكون جديرا بالامتيازات. لأن معادلة العدالة اليوم تقوم على ما؟ تقوم على مجموع القدرات، على مجموع الحيازات، على مجموع القدرات والكفاءات، لأنه تعطى من المكانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بقدر ما تتمتع به من كفاءات. لذلك الشباب لا ينبغي أن يقول فقط أنا أنتمي يعني ديموغرافيا إلى هذه المرحلة وإلى هذه السن، إذن علي أن أتمتع ولدي حق وأرفع لافتة ومطالبة. لابد أن يكون له تكوين ملائم، وهذا أعتبر أنه هو الشرط الأساسي. إذن الخلاصة، ذكرت أن هذه الأشياء هي التي لم أجد الوقت الحديث عنها بشكل مفصل: التشغيل، إصلاح التعليم، محاربة الفساد، ومنح المزيد من الثقة للشباب في صنع القرار. إذن الآن أريد أن أختم بالمسألة الأخيرة لدي، وهذه المسألة هي فائدة مشاركة الشباب على المجتمع. بطبيعة الحال ذكرت أنه إشراك الشباب ليس مسألة تعود فقط على الشباب أنفسهم، وإنما تتعداهم إلى المجتمع وإلى حتى الأمن الدولي والأمن الإقليمي. إذن المساهمة في خلق هيئات صنع القرار للشباب، هذا يعطي طابع تمثيلي أكثر للديمقراطية، لأن عندما تصبح الديمقراطية تمثيلية حقيقية تصبح قابلة لاستيعاب كل أجزاء وكل عناصر وكل القوى الحية، وهذا بطبيعة الحال بعد أساسي من أبعاد استكمال النظام الديمقراطي. الإعداد الجيد أيضا للسياسات العامة التي تأخذ في الاعتبار جميع النواحي والأبعاد والمصالح والانشغالات التي تهم الشباب الذين هم كما ذكرنا الغالبية الساحقة من المجتمع. المسألة الأخيرة هي التقليل من حدة الصراع بين الأجيال، وهذه كانت محور من المحاور التي ينبغي أن نركز عليها. الأجيال الآن ينبغي أن يحترم بعضها بعضا، فالأحزاب السياسية بحاجة إلى ديناميكا. ديناميكا ما معناها؟ ديناميكا معناها التغير، معناها الحركة، معناها الحيوية، هذه تأتي من الشباب.
لكنها بحاجة إلى ستاتيكا. ستاتيكا ما هي؟ هي الاستقرار، هي الهدوء، هي السير والتقدم والتطور في ظل الاستقرار، وهذا لا يكون إلا من الثورة التي نتلوها الكبار. أشكركم، السلام عليكم.